اول لعبه معانا الدكتور خالد غطاس، يعني نكتشف كتير من الافكار، او خلينا نقول نقلب كتير من الافكار، لانه هيقول حاجات هنتفق فيها ونختلف عليها وما الى ذلك. اول لعبه سميناها لو خيروك. لو خيروك بين انك ترجع للماضي وتقابل اجدادك او تروح للمستقبل وتقابل احفادك، ايهما تختار؟ لا لقدام، لقدام. يعني حنينك للماضي لا يغلب طوقك للمستقبل؟ لا لا، الدنيا ماشيه لقدام، ونحن وي هاف تو ثينك لقدام. اذا بنضل نفكر بس الرجوع بنضل ورا، وهذا شيء مش صح. يعني كل الناس اللي غيرت شيء بالواقع غيرته لقدام، فهذا شيء طبيعي. بنختار شو بدنا نبقي من الماضي.